صباحا واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي افرجيكم كيف نقدر ندور الدارك يو اي مود على جوجل كروم على تليفوننا. اليوم هيدا بتساعدنا كتير انه نوفر بطاريه لما عم نستعمل التليفون، خاصه لما كنا نستعمل جوجل كروم لمده طويله. انا طارق، يلا خلينا نشوف. جربوا وسجلوا على القناة حتى تعرفوا دائما لما ننزل فيديوهات جديدة على القناة. قدامنا عنا تليفونين، عنا الجالكسي S10 Plus وعند البيكسل 3 XL. على اليمين مدور أنا الدارك يو اي مود على الجوجل كروم مثل ما عم بتشوفوا. الأدرس بار من فوق اللي أسود، وكل الكلمات وكل الشغلات بتشوفوا بتعملنا سيفنا كتير بطارية على هالتليفون. الشغلة الثانية على الشمال اللي بدنا نطلع عليها هون، إنه لما بدور الجوجل كروم بعده مثل ما هو عادي. اهم شيء بدي اعمله انه لازم يكون عندنا الجوجل كروم الفيرجن تاعته لازم يكون 74 ولا بعدها، يعني 74 75 ولا هيك. اذا ما عندكم اياها اعملوا ابديت على الجوجل بلاي ستور. بدنا نعمل كم شغله على التليفون حتى نقدر ندورها. هيدول ما موجودين بالسيتنجز العادي، بدنا نفتش على صفحه خاص مكتوب عليها هيك، تعملوا كروم كولون فورورد سلاش فورورد سلاش فلاجز بالادرس مثل كانكم عم تروحوا على الويب سايت، بتفتحها لكم بتقول لكم وارنينج اكسبيرمنتال فيتشرز موجودين. عندنا اثنين اوبشنز هون بدنا ندورهم، سو بدنا نعمل بالسيرش تحتها هون مش الفوقانيه. اول شيء حنعمل هي اندرويد، نكتب اندرويد، وبعدين نعمل شغلتين. اول وحده حتكون ويب، بتشوفها هون اندرويد ويب كونتنت دارك مود، بتدوروها بتعملوا انيبل من ديفولت. بعدين قبل ما نطلع بدنا نمحي، بنعمل بعدين نعمل كروم اندرويد كروم يو اي دارك مود، بنفتحها وبنعمل انيبل. هيدول الاثنينات اللي لازم نعملهم حتى ندورها. نعمل ريلانش، نعطيها ثانيه لترجع تدور. بعد ما دارت ملاحظتوا انه عندنا نحن فوق وتحت بعضهم ابيض، لازم نسكرها مره، نفتح الريسنت اب على تليفونكم باي طريقه انتم عندكم اياها، بتكبسوا على الزر وبتروحوا على الاب انفورميشن، وبلازم نعمل فورس كلوز، لازم نسكرها اطلاقا. لما بنخلصها بنعطيها ثانيه، نرجع نفتح الجوجل كروم. بعدنا عندنا ابيض فوق واسود بالنص، بدنا نروح على السيتنجز. هلا لاحظنا هون صار عندنا اوبشن جديد اسمه دارك مود، عملنا بتكبسه هونيك بنعمل الان، هلا صارت الصفحه كلها سوداء. سو اذا بنرجع نفتح الويب سايت هون عن XDA developers بنقدر نشوف الصفحه كلها صارت سوداء، وهيك بتمشي لنا احسن. هيدي ترو بلاك، الاسود هون دغري غامق على الاخر، معناته كل شيء اسود عندنا هون البيكسلز على الديسبلاي هذا ما مدورين وعم يعملوا لنا بيوفروا لنا بطاريه كثير. Very simple, very easy. وإذا ما عجبتكم بدكم ترجعوا للسيستم العادي، رجعوا فوتوا على نفس الصفحة، اطفوا اثنيناتهم force close Google Chrome وظهروا لبرا. سو مثل ما شفتوا كل اللي بدكم تعملوه هلا إنه إذا لازم يكون عندكم آخر version تعيد Google Chrome 74 ولا أعلى، يعني 75 ولا بعدها، أو بتفوتوا على الكروم فلاجز وبتغيروهم. إذا بدكم ترجعوا للألوان العادي الأبيض مثل ما كانت قبل، فيكم ترجعوا تطفوهم وترجعوا للعادي، بس غيروهم من enable لديفولت حتى تقدروا ترجعوا لورا. بس أنا بيني وبينكم إذا عندكم OLED ولا AMOLED display هيدي بتكون شكلها كتير حلو، وبتوفركم بطارية بالاستعمال على المدة طويلة، لأنه عم تطفي كل البيكسلز اللي قاعدين اللي ما عم تستعملون أنتوا عادة بيكونوا أبيض، بتقلبهم للأسود لأنه بتطفيهم، هيدول منهم on. So OLED and AMOLED لما ما عم تستعملوهم بيضلهم أسود، والألوان بتطلع حلوة كتير على الجوجل كروم. خبروني رأيكم بالكومنت بيلو، لايك اند سبسكرايب مثل العادة، وابعتوها لكل أصحابكم. إن شاء الله إذا عندكم تليفونات وعندهم تليفونات بيحبوا يستعملوا جوجل كروم بالدارك يو اي. أنا طارق، إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجديد.